وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على تعديل وزاري مجددا الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. شملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزارية. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة السادة الأعضاء. إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية.